تيجي تحسب المواطن وقت اللي عم يحسب التدفئة على الوقود الحيوي عم بيلاقيها أقل تكلفة من صوبات المازوت، يعني عم بتوفر عليه أكثر من نص. فالتجأت العالم لهالموضوع ونحن كمان طورنا الموضوع بشكل تدريجي. هلا نحن هاي الصوبة يعني استبدلناها بأمور التدفئة الثانية كالمازوت والغاز والكهرباء اللي هي كانت يعني بسبب الحرب كانت قليلة شوي، ويعني أسعار صوبة القشر والقشر كانت أرخص بكتير من المواد هاي الثانية وبشكل متوفرة كانت.